عزيز صورت باي احنا الموت للارهاب احنا الموت احنا ما نخشوش الموت ما نخشوش الارهاب ما نعيشش يأيس من الجنوب ان باش يوقف فيه ويعيش الارهاب وبالدليل امس ولاد الصغار بتاع 10 سنين و15 عام يجروا على الارهاب بالحجر نساء بلغت عليه الرجال فهمتني ولا شد الشعاب مع الجيش مع الامن المواطنين طبين والجيش يرجع فيهم خايف عليهم هذه الوطنيه تاع الجنوب باذن الله فهمني ولا وديما هكا ديما الجنوب من عهد الاستعمار حتى لاخر وصف لي شنو شفت البارح بالضبط شفت امس العشيه العصر بالضبط العصر بالضبط يعني عندما تحاصروا الارهابيين الثلاثه في الموقع هذا اللي تصوروا فيه بالضبط واحد منهم يعني رماه على امن رماه على امن وتخبى في المغاره هذه تخبى في المغاره جيت هاجم عليه المواطنين عندهم الجيش بالامن ما خلاهمش يهاجموا عليه فهمني نسبه امنيه وقام ضربه بالغاز فهمني ولا حتى الليله كامله وهو يقاوم وتمت هذه الذخيره سلم روحها 9:15 هذا اللي فيه تم والزوز الاخرين قلت لهم العشيه يعني ضرب الرصاص فهمني